مدفوعة بهواجس الخوف والقلق على مستقبل وجودها، تصاعد ميليشيا الحوثي الإرهابية من حملات الملاحقة والاختطافات في صفوف الأصوات الداعية للاحتفال بثورة 26 من سبتمبر في عيدها الوطني السنوي 62. ووثق راصدون حملات اختطافات واسعة في الساعات الماضية بين صنعاء وذمار وتعز والحديدة ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. قال ناشطون وراصدون إن حملات الاختطاف طالت أشخاصا لمجرد رفعهم العلم الوطني للجمهورية اليمنية في حالة تعكس حالة الارتباك لدى الميليشيا التي تسعى إلى إعادة حكم الإمامة البائد الذي قضت عليه ثورة 26 من سبتمبر في عام 1962. وتقول مصادر محلية أن الميليشيا نقلت عددا ممن اختطفتهم في محافظة إب إلى سجونها في صنعاء في جرائم تذكر بحالة اليمنيين قبل قيام ثورة سبتمبر. الآن ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف وكيل وزارة الثقافة السيد عبد الهادي العزعزي. نرحب بك سيد عبد الهادي معنا إلى أخبار المنتصف. نتابع هذا الهلع من قبل ميليشيا الحوثي وحملة الاختطافات المسعورة، ما الذي يرعبهم سيد عبد الهادي؟ أعتقد أن الذي يرعب جماعة الحوثي هو المقارنة بين ما رفعته الجمهورية وثورة 26 من سبتمبر من أهداف وما حققته على المستوى الوطني وما تمارسه الميليشيا اليوم، خصوصا أن الميليشيا بدأت تسيطر على الحكومة وعينت السلالة، عينت حكومة من السلالة كما أنها كنست القضاء وأسندت إلى هذه الجماعة حق تولية المناصب العليا في القضاء، وبالتالي تعمل الميليشيا هنا على تعزيز نفسها وفرض ثقافتها. الميليشيا تعمل أشبه بنوع من الدبابير الذي يتخذ من خلية النحل مكانا لوضع البويضات، ومن ثم تتحول هذه الخلية بعد أن تفقش البويضات وترعاها هذه النحلات لتنتج دبابيرا من داخل خلية النحل. هذا ما تمارسه الجماعة اليوم وتفرض ثقافتها وتعزز وجودها. أصبح العلم الوطني، النشيد الوطني، الأغاني الوطنية تستفز ميليشيا الحوثي لأنها تذكر هذه الميليشيات بالتزاماتها وبوعودها التي نقصتها لليمنيين. هم تسللوا داخل الجمهورية ويسعون لإنتاج ولاية الفقيه من داخل هذه الجمهورية، ولتتحول إلى جماعة ثيوقراط، جماعة دينية متميزة، جماعة سلالية تهيمن على المشهد. وبالتالي أي دعوة إلى الجمهورية، لأن الجمهورية أي بمعنى للجمهور، وبأن الحكم هنا والسلطة العليا هي للشعب ولا سيد على الشعب. هذا الخطاب الذي يقيف هذه الجماعة، يقيف هذه الجماعة أن تواجه بانتفاضة شعبية. تستطيع الجماعة أن تحمد أي انتفاضات جزئية في المناطق، لكنها لا تستطيع أن تحمد انتفاضة شعبية عارمة، خصوصا في المناطق قريبة السكان والمناطق التي وصل الناس إلى قناعة بضرورة إسقاط هذه الميليشيا وأنها تقود البلد إلى حالة الموت والدمار. فالميليشيا فرضت خارطة موت على المحافظات التي تسيطر عليها. الآن الصراع داخل هذه المحافظات، أين نموت وكيف نموت؟ صحيح. بدلا من أن يصبح القرار بيد الميليشيا، تحول القرار إلى يد الشارع. اليوم الميليشيا كم سوف تعتقل؟ عليها أن تعتقل مواطنين يفوقون العشرة المليون. على المجتمع أن ينزل جميعه، على الجميع أن ينزلون إلى الشارع من يوم 25 من سبتمبر و 26 من سبتمبر إلى الشوارع حاملين الإعلام الوطنية والنشيد الوطني كرسالة تعلن فيها الجماهير تمسكها بحقها في هذه الثورة. في هذه البيوتات والمناطق والقبائل هناك عشرات الشهداء ممن سقطوا في حروب سبتمبر ضد الملكية. الناس يحتفلون بآبائهم، بأجدادهم، بأقربائهم، بزعاماتهم التي سقطت. على الحوثي أن يستوعب هذه المسألة. على الحوثي أن يراعي أننا في الألفية الثالثة، ولا يستطيع أن يفرض دولة ثيوقراط على المجتمع، دولة دينية، بهذا العنف. العنف سوف يواجه من الناس بالعنف متى ما سقطت سلطة الحوثي، وهو المخيف الآن. سلطة الحوثي من رؤوس الناس بدأت بالسقوط،
سوف ينظر الناس إلى الحوثي على أنه بندقية والجميع يملكون البندقية، ومن السهل التعامل بهذه اللغة. الحوثيين اليوم يجمعون المئات والآلاف من هؤلاء بعد أن أفقروا المجتمع وأصبحوا هم يمتلكون الاقتصاد السياسي للبلد. أفقروا الجميع. اليوم الموظفين تحولوا إلى أبشع من القنانة التي كانت سائدة في أوروبا، مرحلة عبودية. على اليمنيين الذين قاتلوا إلى جانب الحوثي أن يعوا أنهم الشعب الوحيد في العالم الذين قاتلوا لكي يكونوا عبيد، لن يكونوا أحرار. هناك فرق. الناس تقاتل من أجل أن تتحرر، أما أن تقاتل لكي تتحول إلى عبد فهذه كارثة. على الإخوة الذين خضعوا على القوى التي تعلن دائما الحياد الحياد في قضايا الوطن خيانة عظمى. نعم، يعني انطلاقا من حديثك سيد عبد الهادي، ورغم هذه القبضة الحديدية من قبل ميليشيا الحوثي على مناطق سيطرتها، كما تحدث يستفزهم العلم الجمهوري، يستفزهم النشيد الوطني، هل الميليشيا بهذه الدرجة من الهشاشة؟ الميليشيا لديها تخوفات مرعبة، تخوفات. هذه التخوفات نتجت من استمرار الهدنة. هناك صراعا بين الكتلة السياسية للميليشيا التي ظلت في المدن وفي العاصمة، وهم ما يسمونهم بالهاشمية السياسية الذين اقتسموا موارد البلد وأصبحوا هم الطبقة المترفة الوحيدة في البلد. يحتكرون تجارة النفط والمشتقات بأغلبها، يحتكرون تجارة المواد الغذائية، يحتكرون كل شيء داخل البلد. هم المشرفين والشعب بأقبله المفقر. بدأت تظهر في بعض المناطق الكوليرا وأوبئة كان اليمنيين قد تناسوها، فظهرت في الثلاثينات من القرن الماضي. ما الذي أعادها؟ وصل الأمر في بعض المناطق إلى حالة لا تطاق داخلها، لولا أن هذه المناطق مناطق زراعية وهذا المجتمع مجتمع نشيط بدرجة أساسية. ولو كنا مثل غيرنا من البلدان التي كان الموظفون يعتمدون على مصادر رواتبهم كمصدر أساسي للدخل لشاهدنا مجاعات داخل هذه المناطق. تسعى الميليشيا اليوم للتضييق على المنظمات، على الإغاثة، على ما تبقى من المتنفسات التي تشعف الناس. فبالتالي اليوم الناس يوجهون رسالة إلى الحوثي أننا مللنا نشيد الموت وجمهوريات الموت التي تزعمونها، وأن هذه الجماعة سوف تكون نهايتها كما كانت نهاية جماعة جيش الرب الأوغندي الذي سقط في آخر المطاف بعد أن سقطت المتنبئة التي كانت تقودهم. هذه جماعة عنف قائمة على أساس ديني سلالي. اليوم الحوثي تصدير نفسه كمشروع قومي وإقليمي داخل المنطقة، هذا التصدير هو دلالة ضعف الداخلي البحث عن انتصار بقضايا خارجية بدلا من أن ينتصر لأولئك المساكين الذين صادر رواتبهم وصادر مستحقاتهم وحول حياتهم إلى جحيم. نعم، أليس أيضا من الغريب سيد عبد الهادي طيلة هذه السنوات، ويعني العالم يعني يرى ما تقوم به الميليشيا الآن ضد الشعب، والآن حاليا هذه الحملة المسعورة ضد الصحفيين، ضد يعني المدنيين، وليس هناك أي تحرك، لماذا؟ لن يتحرك العالم إذا لم يكن هناك تضامن جماعي من اليمنيين الواقعين تحت سيطرة الحوثي ومن اليمنيين الواقعين تحت سيطرة الشرعية. علينا اليمنيين أن نتضامن مع إخواننا الواقعين تحت هذه المعتقلات التي لا تختلف عن معتقلات الفاشيست في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية أو معتقلات النازيين التي جمعت الضحايا إلى داخلها. الحوثي تعامل مع هذه المنطقة التي يسيطر عليها كأنها معتقلا كبير. هذا المعتقل يديره كيفما يشاء، يوزع تهم الخيانة والوطنية كما يريد، يوزع تهم الولاء للسيد، ولا ندري هذا الولاء على أي شرط قام وفي أي من أهداف ثورة سبتمبر أو غيرها أو في الدين الإسلامي، على أي آلية أن يتم تحويل الناس إلى اللون الأخضر بحجة الاحتفاء والاحتفال لكي يعطون البيعة لزعيم الكهف الذي يرونه عبر الشاشات ولا أحد منهم قد رآه مباشرة. هذا هو الطاغوت الأكبر الذي يريدون الناس أن ينساقوا خلفه ليعبدوا. نعم، نتوقف عند هذه النقطة معك سيد عبد الهادي، ونشكر تواجدك معنا وكيل وزارة الثقافة السيد عبد الهادي العزعزي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا، وسبتمبر مجيد.